بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء. هنكمل حكايات ريا وسكينة، الحلقة رقم 38، عرابي حسان، الجزء الرابع. العمليات اللي شارك فيها عرابي حسان في عصابة ريا وسكينة. بعد أن شارك عرابي حسان في عمليات الضحايا الأربعة الأول زي ما تناولنا في الحلقة اللي فاتت، خضرة بنت محمد اللامي وشهرتها هانم، ونظلة أبو الليل فتح الباب، ودي العملية اللي كان دور عرابي فيها أهم الأدوار على الإطلاق، لأنه هو اللي اتخذ قرار قتل نظلة أبو الليل، وهو اللي أصر وصمم على سرعة التنفيذ، لدرجة أن عرابي حسان هو بنفسه اللي قام بسحب نظلة أبو الليل لحجرة ريا في 38 حارة علي بك الكبير لقتلها. وعزيزة مجهولة اللقب، ونبوية مجهولة اللقب، ودول الأربع عمليات الأول اللي شارك فيهم عرابي حسان زي ما تناولنا في الحلقة اللي فاتت. بعد كده شارك عرابي حسان في عملية الضحية الخمسة نبوية بنت جمعة زوجة الحاج حسين علي وفيق، واللي تمت يوم الجمعة الموافق 13 فبراير شباط سنة 1920، وتمت في حجرة العطار في بيت أمينة بنت منصور مجازاً، أو البيت اللي كانت بتقيم فيه أمينة بنت منصور الشهيرة بأم أحمد النص، واللي كانت وكيلة عن صاحبه الحاج شعبان عبد الرازق، البيت رقم 8 حارة النجاة. دخل عرابي البيت بعد أن تسلل لما وجد فرصة مناسبة لدخوله للبيت من دون أن يراه أحد. وجد عرابي باب الغرفة مفتوح، دخل وجد عبد الرازق بيتناول الفسيخ والبصل مع نبوية بنت جمعة وبيشجعها على شرب المزيد والمزيد من الخمر. جلس معهم عرابي لبعض الوقت وتناول قطعة من الفسيخ. حضرت ريا وحملت صينية الطعام وانصرفت بيها، وغمزت لحسب الله ومحمد عبد العال اللي كانوا بيجلسوا أمام دكان أبو أحمد النص، فتسللوا ودخلوا البيت واحد بعد التاني. وجدوا نبوية بنت جمعة بتركض على الصندرة مخمورة تماماً، عجزة عن إدراك ما يجري حولها. كانت بين النوم واليقظة لما تقدم عليها الرجال الأربعة، حسب الله ومحمد عبد العال وعرابي حسان وعبد الرازق يوسف. شل واحد منهم حركة قدميها، وشل التاني حركة ذراعيها، والتالت قام بتثبيت رأسها، وقام الرابع بكتم أنفاسها بطرف اللحاف. وماتت نبوية بنت جمعة على هذه الصورة البشعة بمشاركة عرابي حسان. بعد كده شارك عرابي حسان في عملية الضحية السادسة مجهولة الاسم مجهولة اللقب، واللي تمت على الأرجح يوم الخميس الموافق 4 مارس آذار سنة 1920. كان الرجال الثلاثة حسب الله وعبد الرازق وعرابي حسان تركوا رسالة لمحمد عبد العال في المحلج اللي كان بيعمل فيه، انهم بينتظروه على المقهى المقابل للمحلج. بعد انتهاء محمد عبد العال من عمله بالمحلج ذهب إليهم في المقهى وصحبهم لغرفة ريا في 38 حارة علي بك الكبير. عرف منهم في الطريق أن ريا استدرجت وسحبت امرأة بتسكن في شارع 12 من حي كرموز الشعبي الفقير. وصلوا حجرة ريا قبل الغروب بقليل، وجدوا مجهولة الاسم واللقب امرأة عمرها حوالي 30 سنة متوسطة الطول والسنة، بترتدي جلباب اسود وبتتزين بزوج أساور وحلق وخلخال. قام الرجال الأربعة حسب الله ومحمد عبد العال وعبد الرازق يوسف وعرابي حسان، قاموا بقتل الضحية السادسة مجهولة الاسم واللقب، وتم دفنها في الطبقة الوسطى من مقبرة حجرة ريا في 38 حارة علي بك الكبير. بعد كده شارك عرابي حسان في عملية الضحية الثامنة فاطمة مجهولة اللقب أو فاطمة مومس كومبكير، اللي سحبتها ريا من دكان زنوبة الفرارجية. تمت عملية فاطمة مومس كومبكير خلال الفترة من 19 مارس آذار سنة 1920 و 9 مايو أيار سنة 1920، ولكن الدكتور محمد عبد الوهاب حدد تاريخ مقتل فاطمة مومس كومبكير ب 1 مايو أيار سنة 1920 في كتاب سرداب المومسات. سحبت ريا فاطمة مومس كومبكير من دكان زنوبة الفرارجية بعد أن أوهمتها أن من بين جيرانها عراف مكشوف عنه الحجاب،
اسمه الحاج حسين العراف، قرأ لها والغيرها الطالع قبل كده وكل نبوءاته بتتحقق. وصلت فاطمة مومس كومباكير حجرة ريا في 38 حارة علي بيك الكبير، وجلست على الحصيرة في الحجرة المظلمة. استأذنت منها ريا عشان تستدعي جارها الشيخ العراف، وبعد وقت قليل رجعت ريا ومعاها رجل قدمته لفاطمة على انه سي عبد العال زوج شقيقتها سكينة. ودخل بعد كده رجلان، قدمت ريا لها عرابي حسان على انه زوجها، وقدمت لها حسب الله بصفته الحاج حسين العراف. تقمص حسب الله دور العراف المكشوف عنده الحجاب، وطلب من فاطمة انها تنام على ظهرها عشان يقيس طولها ويحسب على اساسه نجمها ويقرأ الطالع. بعد تردد نامت فاطمة ورأسها على فخذ ريا اللي كانت بتجلس بجوارها. طلب حسب الله من ريا انها تبتعد عن المكان، وطلب من فاطمة انها تضع رأسها على الارض لضمان دقة القياس. اخرج حسب الله من جيبه خيط طويل. جلس محمد عبد العال عند قدمي فاطمة وامسك بطرف الخيط. كان حسب الله بيمتد بالخيط لحد ما وصل لنهاية رأس فاطمة مومس كومباكير، وفي نفس اللحظة تناول حسب الله المنديل المبلل بالمياه من ايد ريا واطبق على انف وفم فاطمة مومس كومباكير. شل محمد عبد العال حركة قدميها، وقام عرابي حسان بتثبيت رأسها لمنعها من الحركة او الاستغاثة. وبعد دقيقتان كانت فاطمة مومس كومباكير قرت طلعها وحسبت نجمها وعرفت مستقبل حياتها، وماتت بمشاركة عرابي حسان. وطبعا التفاصيل الكاملة موجودة في سلسلة ضحايا ريا وسكينة. بعد كده شارك عرابي حسان في عملية الضحية التاسعة أنيسة بنت محمد رضوان، العملية اللي تمت يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو تموز سنة 1920. بعد ما حدث بين أنيسة بنت محمد رضوان وعبد الرازق يوسف من سرقة عبد الرازق لكيس النقود وفردة الحلق من أنيسة بعد سهرة العيد التعيسة المشؤومة، وبعد قضائهم الليلة في بيت فاطمة القرعة زي ما سرق وحكينا بالتفصيل في سلسلة ضحايا ريا وسكينة. ذهبت أنيسة بنت محمد رضوان لمنزل ريا في 38 حارة علي بيك الكبير، بعد ما أوهمتها ريا في الغالب إن عبد الرازق بينتظرها عشان يرد لها النقود وفردة الحلق اللي كان سرقهم منها. أول ما دخلت أنيسة بنت محمد رضوان حجرة ريا في 38 حارة علي بيك الكبير، لحق بيها عرابي حسان وحسب الله، حضر الطعام والسوكولانس، وبعد وقت قليل ظهر عبد الرازق يوسف. بدأ العتاب بين العشاء والحبيبين أنيسة وعبد الرازق في حضور ريا وحسب الله وعرابي حسان، وفي اللحظة المناسبة أطبق الرجال الثلاثة حسب الله وعبد الرازق وعرابي حسان على أنيسة وكتموا أنفاسها، وماتت أنيسة بإيد حبيبها وعاشقها عبد الرازق يوسف بمشاركة حسب الله وعرابي حسان. وتم دفن أنيسة بنت محمد رضوان في مقبرة حجرة ريا في 38 حارة علي بيك الكبير في الطبقة الوسطى من المقبرة تحت الصندرة. بعد كده شارك عرابي حسان في عملية الضحية العاشرة سليمة بنت إبراهيم الفي الشهيرة بأم عرفات بائعة الجاز، العجوز الشقيانة اللي كانت بتسعى على أكل عيشها بالحلال. عملية أم عرفات بائعة الجاز تمت يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس آب سنة 1920. الساعة 9 إلا دقائق قليلة دخلت أم عرفات بائعة الجاز حارة ماكوريس كعادتها دايما كل يوم. كان عرابي حسان وحسب الله بيجلسوا على مقهى زكية جعفر، المقهى المواجه أو المقابل لبيت الجمال 5 حارة ماكوريس مكان حجرة سكينة. أول لما شاف عرابي وعبد الرازق أم عرفات وهي بتدخل حارة ماكوريس، تركوا مقهى زكية جعفر ودخلوا فورا حجرة سكينة في بيت الجمال وكملوا داخل الحجرة. بعد دقائق دخلت أم عرفات بيت الجمال وصعدت للطابق الثاني وملأت الموقد وعلبة صغيرة من الصفيح للسكنة اليونانية. نزلت مرة أخرى أم عرفات بائعة الجاز، وقفت على مدخل الطابق الأرضي لبيت الجمال وصاحت أم عرفات بأعلى صوتها وقالت: أنت عاوزة جاز النهاردة يا سكينة؟
ردت سكينة بالإيجاب. دخلت أم عرفات حجرة سكينة، اتفاجئت بوجود عرابي حسان اللي كان بيجلس على صندوق الملابس، وحسب الله اللي كان بيجلس على الأرض تحت قدميه بيصنع فنجان من القهوة على سبرتاية، والسبرتاية هي موقد صغير بيعمل بالكحول أو الكحول الأحمر. نولت سكينة أم عرفات الموقد وطلبت منها إنها تملأه بالجاز، وفي ثواني اختفت سكينة من أمام أم عرفات ومن الغرفة كلها. قال حسب الله لأم عرفات: ما تيجي تشربي قهوة. ردت أم عرفات وقالت: قهوتك مشروبة. قال حسب الله: تعالي لغاية سكينة ما تجيب لك الفلوس من فوق. كانت أم عرفات ملت نصف لتر من الجاز في الموقد ودخلت به لعمق الحجرة وانحنت عشان تضع الموقد في مكانه المعتاد بين الصندوق والصندرة. أول ما رفعت أم عرفات رأسها تبادل حسب الله وعرابي حسان النظرات، وانقض على أم عرفات العجوز المسكينة الشقيانة في نفس اللحظة. أطبق حسب الله على قدمي أم عرفات بقوة وشل حركتها تماما. في نفس اللحظة وفي نفس الوقت كان عرابي حسان بمنتهى القسوة بيكتم أنفاس أم عرفات بمنديله المبلل بالمياه، وخلال دقيقتان فقط دقيقتان كانت العجوز المسكينة الضعيفة أم عرفات ماتت، لم تقاوم ولم تتحمل. عن أي غدر، عن أي ظلم، عن أي فجر نتحدث؟ عليهم من الله ما يستحقون. بعد كده شارك عرابي حسان في عملية الضحية 11 نبوية بنت علي أو زنوبة الأهوجية، العملية اللي تمت في اليوم التالي مباشرة من عملية أم عرفات بقاعة الجاز، وبنفس الطريقة تقريبا وفي نفس المكان. تمت عملية مقتل زنوبة الأهوجية يوم الخميس 19 أغسطس آب سنة 1920. كان حسب الله وعرابي حسان بيجلسوا على الطوار المقابل أمام خمارة كرياكو في مكان يتيح لهم مراقبة مدخل بيت الجمال. بعد دخول زنوبة الأهوجية لحجرة سكينة في بيت الجمال 5 حارة ماكوريس بدقائق، تسلل حسب الله وعرابي حسان واحد بعد الآخر لحجرة سكينة. دخلوا الحجرة وجدوا سكينة بتنام على بطنها وعرت ظهرها، وكانت زنوبة الأهوجية بتعمل لها كاسات الهواء. تظهر حسب الله وعرابي بالدهشة، غطت زنوبة وجهها بطرف الطرحة وأسدلت سكينة جلبابها على ظهرها العاري، وقامت نصف قومة وقالت: دي بتعمل لي كاسات هواء. اعتذر حسب الله اللي كان سكران بأنه كان حضر عشان يبحث عن زوجته ريا، وقال لزنوبة الأهوجية: أنا شارب كاسين كونياك ونفسي في كاسين هوا، ما تيجي تكسريلي على ظهري. شوحت زنوبة بكفها في وجه حسب الله وهددته إنها تبلغ زوجته ريا. غادر حسب الله وعرابي الحجرة وكمنوا بجوار باب الحجرة في الظلام، وبعد ثواني قليلة دفع حسب الله وعرابي حسان باب حجرة سكينة. وقبل أن تنتبه زنوبة لما يحدث حولها، كان واحد منهم بيقبض على قدميها بقوة رهيبة والآخر بيكتم أنفاسها، وماتت الضحية 11 نبوية بنت علي أو زنوبة الأهوجية بمشاركة عرابي حسان وحسب الله سعيد. بعد كده شارك عرابي حسان في عملية الضحية 12 خديجة مجهولة اللقب اللي تمت قبل غروب يوم في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر أيلول سنة 1920. خديجة مجهولة اللقب اللي أحضرتها ريا عشان تقابل عبدالله الكوبجي النجار صاحب 25 سنة واللي كان عائد للتو من العمل بالسلطة العسكرية البريطانية وظهر عليه آثار النعمة. أول ما انصرف عبدالله الكوبجي بعد أن اختلى بخديجة مجهولة اللقب، أقنعتها ريا وطمعتها بالبقاء لأن عندها زبون آخر يريدها. وبعد قليل توافد حسب الله وعبد الرازق يوسف وعرابي حسان وشافوا شغلهم مع خديجة مجهولة اللقب، وماتت الضحية 12 خديجة مجهولة اللقب واللي تم دفنها في الطبقة الوسطى من مقبرة حجرة ريا في 38 حارة علي بك الكبير، مكان جثة الضحية السادسة مجهولة الاسم واللقب واللي تم إخراجها من قبرها وإلقائها في خرابة شارع الوسطي.
بعد كده شارك عرابي حسان في عملية الضحية الـ14 زنوبة بنت علي أحمد، أو زي ما ذكرها الأستاذ صلاح عيسى زنوبة بنت عليوة أو زنوبة الفرجية. العملية اللي تمت يوم الأحد 3 أكتوبر تشرين الأول سنة 1920 لما سحبت سكينة زنوبة الفرجية لحجرة ريف 38 حارة علي بيك الكبير بدون علم من سكينة بما سيحدث لزنوبة، وبدون قصد من سكينة، وبدون ترتيب ولا تجهيز مسبق من أفراد العصابة. نقدر نقول تمت عملية زنوبة الفرجية بالصدفة البحتة لما سنحت الظروف وبحستهم المهنية كقتلة قرروا قتلها في نفس اللحظة وبدون ترتيب. اللي حصل باختصار شديد، وصلت زنوبة الفرجية مع سكينة حجرة ريف 38 حارة علي بيك الكبير، وجدت جلسة المسامرة منعقدة. ريا كانت بتجلس على الأرض أمامها وبور الجاز بتشوي سمك وبتقلي باذنجان وفلفل، وحسب الله وعرابي وعبد الرازق كانوا بيجلسوا وأمامهم طبلية خشب وعليها أطباق الطعام والشراب. أفسحوا مكان لزنوبة الفرجية بجوارهم ورحبوا بها ترحيب شديد. هربت ريا خوفا من إن زنوبة تطالبها بالديون اللي عليها ليها. فهمت زنوبة سبب هروب ريا المفاجئ، فصاحت زنوبة وقالت لريا وهي بتضحك: تعالي ما تخافيش، ما يصحش ناكلوا أكلكم ونطلبكم بالفلوس، وأنا حتى مش هنروحوا الإبراهيمية خلاص. رجعت ريا واحتضنت زنوبة الفرجية بامتنان وجلست بجوارها. كانت سكينة بتقلي الباذنجان مكان ريا. كان الجميع سكارى في حالة من النشوة والسعادة والمودة. تعالت الضحكات والقهقهات، وصلوا الطعام والشراب. وهنا عملت زنوبة الفرجية حركة غير محسوبة، حركة مفاجأة، والحركة دي هي اللي كلفتها حياتها. شمرت زنوبة أكمام جلبابها الأسود، ممكن تكون خافت إن كمها يمس أحد أصناف الطعام، أو ممكن يكون، وده رأي سكينة، إن تكون زنوبة أرادت إنها تحت وطأة السكر إنها تتعايق أمام الرجال. المهم إن زنوبة لما شمرت أكمامها أو أكمام جلبابها الأسود ظهرت غويشتي فرهودة بنت الحديني، الغويشتين ثقيلتي الوزن والعيار والعريضتين واللي بتتدلى منهم الجنيهات الذهبية. هنا وبالصدفة وفي اللحظة دي وبحستهم المهنية كقتلة اختلف جو الجلسة. تحولت زنوبة الفرجية من صديقة عزيزة حميمة، تحولت إلى زبونة مرشحة للقتل. خرج عبد الرازق من الحجرة، زعم إنه ذهب لدورة المياه. لحق به عرابي حسان ورجع وأعطى سكينة ربع ريال تشتري أقة من النبيذ. وأثناء خروجها لشراء النبيذ شافت سكينة عبد الرازق يوسف بيتهامس مع حسب الله في ركن الفناء، وشافوا شغلهم مع زنوبة الفرجية وقتلوها. وبعد 4 أيام قالت سكينة لريا اللي كانت بتعد لها فنجان من القهوة: انتوا خاينين قد كده، حتى اللي بتاكل معانا عيش وملح بقالها سنين، يعني انا لو معايا حسبة 10-12 جنيه تولسي عليا انت وجوزك وتقتلوني؟ ردت عليها ريا وحكت اللي حصل لزنوبة الفرجية. قالت ريا انها اتفاجئت باللي حصل، وقالت انها كانت بتجلس في ركن الغرفة بتقلي الفلفل لما همت زنوبة بالقيام عشان تنتقل وتجلس بجوارها وتساعدها. هنا انقض الرجال على زنوبة الفرجية. حسب الله وعبد الرازق يوسف وعرابي حسان أرقدوا زنوبة الفرجية على الأرض، شلوا حركتها وكتموا أنفسها. وأكملت ريا وقالت: بنت الكلب كانت جامدة عليهم وقوية، وبقت ترفص وتفلفص، وكانت هتفضح الدنيا، فأنا ما قدرتش أطيق كده، أخدت الوابور بتاعي وخرجت برا الأوضة. وده كان ملخص عملية زنوبة الفرجية اللي كان عرابي حسان أحد المشاركين فيها. وطبعا التفاصيل الكاملة موجودة في سلسلة ضحايا ريا وسكينة. بعد كده شارك عرابي حسان في عملية الضحية الـ15 فاطمة بنت محمد عبد ربه أو فاطمة العورة شيخة المخدمين، زوجة محمد أحمد رمضان أو رمضان النجار. فاطمة العورة شيخة المخدمين اللي قتلت غدرا وظلما ولم تكن تعمل بالبغاء لا السري ولا العلني، ولم يكن لها أي علاقة بأعمال ريا وسكينة المشبوهة الآثمة.
قتلت فاطمة شيخة المخدمين انتقاما من زوجها رمضان النجار بعد المشاجرة اللي وقعت بينه وبين حسب الله. تمت عملية فاطمة العورة شيخة المخدمين يوم الأربعاء 20 أكتوبر تشرين الأول سنة 1920 بعد أن فشلت سكينة في سحب فاطمة العورة شيخة المخدمين. تنكرت ريا بالبرقع وأخذت بديعة بنتها وذهبت لبيت فاطمة شيخة المخدمين في الشارع البرهامي. استقبلت فاطمة ريا بترحاب شديد وصنعت لها فنجان من القهوة. سحبت ريا فاطمة لحجرة سكينة في بيت الجمال 5 حارة ماكوريس بحجة عمل جلسة صلح تمهيدية للصلح بين رمضان النجار وبين حسب الله. الساعة 3:30 عصرا وصلت ريا وفاطمة شيخة المخدمين لحجرة سكينة في بيت الجمال 5 حارة ماكوريس. دخلت فاطمة حجرة سكينة قالت بتأفف وتعالي دي ضلمة قوي. بدأ العتاب بخطبة تافهة من عرابي حسان عن مكانة الجيرة وفضل الجيران وحقوق الجيران. مدح عرابي حسان رمضان النجار وحسب الله بما ليس فيهم وشهد زور عن اللي يعرفه من عواطف المحبة والمودة اللي بيكنها صديقه المحترم حسب الله وزوجته المصون ريا للست فاطمة وزوجها المحترم الأسطى رمضان. بعد الطعام والشراب قام حسب الله بمشاركة عرابي حسان بقتل فاطمة بنت محمد عبد ربه أو فاطمة العورة شيخة المخدمين. وشارك عرابي حسان في حفر قبر فاطمة تحت النافذة في حجرة سكينة في بيت الجمال 5 حارة ماكوريس. وطبعا التفاصيل الكاملة موجودة في سلسلة ضحايا ريا وسكينة. بعد كده شارك عرابي حسان في عملية الضحية الـ16 بائعة الفلفل اللي تمت بعد أيام قليلة من عملية فاطمة العورة شيخة المخدمين اللي تمت في نهايات شهر أكتوبر تشرين الأول سنة 1920. كانت عملية بائعة الفلفل بالتحديد برعاية عرابي حسان. عرابي حسان هو اللي قابل بائعة الفلفل في سوق السبتية وكانت بائعة متجولة ومعها سلة من الفلفل الأخضر بتقوم ببيعها. ساومها عرابي حسان على قضاء وقت معاها والاختلاء بها. ولما وافقت قضها عرابي حسان لمصيرها المحتوم لحجرة ريا في 38 حارة علي بك الكبير. وعشان يستبقيها ويمنعها من الانصراف قام عرابي حسان بشراء ما معها من فلفل. وحضر حسب الله وعبد الرازق وأحضرت سكينة النبيذ والسوكولانس شربوا الخمر ومزوا بالفلفل والملح وشافوا شغلهم معاها. وماتت الضحية الـ16 بائعة الفلفل برعاية ومشاركة وقرار عرابي حسان. ودي كانت آخر عملية شارك فيها عرابي حسان من عمليات عصابة ريا وسكينة. لم يشارك عرابي حسان في عملية الضحية الـ17 والأخيرة فردوس بنت فضل عبدالله مع أنه حضر أثناء تنفيذ العملية ولكنه لم يحضرها ولم يشارك فيها. كانت سكينة بتطل من الطابق الثاني في بيت ريا في 38 حارة علي بيك الكبير. كانت ريا بتقف في فناء المنزل وكان تنفيذ عملية فردوس بدأ بمشاركة حسب الله ومحمد عبد العال. وأثناء التنفيذ ظهر عرابي فجأة عند مدخل البيت لحقت به ريا قبل أن يدخل الحجرة وهمست ريا في أذن عرابي بكلمات جعلته يرجع من حيث أتى. محدش يعرف ريا قالت إيه لعرابي جعله يرجع وما يحضرش العملية. ولم يشارك عرابي حسان في عملية فردوس ولم تشير ريا إلى معرفته بها ولم يأخذ أي نصيب منها. وبكده وإجمالا يكون عرابي حسان هو ثاني رجال ريا وسكينة من حيث المشاركة في عمليات العصابة أو في عمليات القتل بعد حسب الله سعيد مرعي. شارك عرابي حسان في 14 عملية من عمليات العصابة من العمليات الـ16 المعروفة لنا واللي ذكرت في كتاب رجال ريا وسكينة مع تجنبنا للضحية الناقصة التي لم تذكر قصتها اللي هي أمينة مجهولة اللقب واللي ما نعرفش على وجه اليقين تفاصيلها ولا أحداثها ولا من شارك فيها. يكون شارك عرابي حسان في 14 عملية وهي خضرة بنت محمد اللامي، نظلة أبو الليل فتح الباب،
عزيزة مجهولة اللقب، نبوية مجهولة اللقب زوجة السماك، نبوية بنت جمعة مجهولة الاسم مجهولة اللقب، فاطمة مومس كون بكير، أنيسة بنت محمد رضوان، سليمة بنت إبراهيم الفقي أم عرفات بائعة الجاز، نبوية بنت علي أو زنوبة الأهوجية، خديجة مجهولة اللقب، زنوبة بنت علي أحمد أو زنوبة الفرجية، فاطمة بنت محمد عبد ربه شيخة المخدمين بائعة الفلفل. لم يشارك عرابي حسان في عمليتين، اتنين فقط من عمليات عصابة ريا وسكينة، والعمليتين اللي لم يشارك فيهم عرابي حسان الضحية السبعة زنوبة بنت محمد موسى الشهيرة بحجازية، والضحية السابعة عشر والأخيرة فردوس بنت فضل عبد الله. وطبعا ده دليل مؤكد لا يقبل الشك على أهمية عرابي حسان في عصابة ريا وسكينة، وكونه ضلع من أهم أضلاع عصابة ريا وسكينة، بداية من حمايته للنشاط الآثم غير المشروع لآل همام، وكونه فتوة لآل همام وحامي حمى بيوت البغاء السري اللي افتتحوها وأدروها، وانتهاء بكونه شارك في 14 عملية من عمليات القتل من عمليات عصابة ريا وسكينة، وهو الثاني بعد حسب الله سعيد مرعي من حيث المشاركة في عمليات القتل. بتمنى ان الفيديو يكون نال على اعجابكم ورضاكم، ومنتظر آراءكم وأسئلتكم في التعليقات. دمتم أصدقائي الأعزاء بكل الخير، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.